زي بابا وماما في البيت بالظبط. فدول مهمين جدا ولازم نحبهم جدا ولازم ما نزعلهمش خالص. ناخد في المدرسة اشارات الموجه. اشارات الموجه؟ ايوه. كل يوم؟ كان 3 ايام. اليوم الاول ايه ما عملناش. انت اصلا انت ما جيتش. ايه اللي ما جيتش؟ اصلا انت ما جيتش، مش انت الوزير؟ انا الوزير. تاني يوم بقى ايه احنا عملنا، بس انت برضو حضرتك برضو ما جاتش، واحنا عملنا لحد اليوم الثالث. بس على فكره، بس انت ما حدش قال لي اجي. ايه ما حدش قال لي اجي؟ لو كنت قلت لي اجي كنت جيت. لا انت اصلا عارف ان انت لازم تيجي، حضرتك لازم تيجي. طب قول لي انت بقى، لما تقعد تتكلم مع المس في الفصل كده وتتكلم كتير وتجري معاها وتتفلسف زي ما بتتفلسف كده، بتكلم معاها كتير خالص؟ يعني ما تقعدش تجري كده زي ما انت عمال تجري كده وتتفلسف؟ هو انا بجري دلوقتي؟ يعني اصلا بتفلسف. فلسف. وايه الكلمه الصعبه دي جايبها منين؟ انا كبير اعرف كلمات كتير، انت لما تبقى جوه تعرف كلمات.